النادي الاهلي، واول معسكر اعداد ليك مع النادي الاهلي، وحظك حلو كمان في النمسا كريم. طبعا برحب بيك رؤى وحبيبي، تسلم لي. طبعا ده اول معسكر ليا مع النادي وحاجه تحفه يعني، ما شاء الله. دايما النادي الاهلي احسن حاجه ورقم واحد يعني. كريم، طبعا المعسكر بالنسبه لك، الاجواء، ان شايفين اجواء كنتوا محتاجين المعسكر ده من البدايه كده في بدايه الموسم، خاصه هننهي المعسكر عندنا بطوله السوبر ان شاء الله تبقى اول بطوله هذا الموسم باذن الله. استعدادكم وطباعك عن المعسكر ازاي كريم؟ لا طبعا المعسكر كله ماشي زي الفل، اللعبة كلها بتمرن كويس. المعسكر ده ممكن يكون احسن معسكر، الناس كلها مبسوطة مننا في الجهاز، ماشيين كويس هنا، بنقعد مع بعض كتير، بنقرب من بعض اكتر، فبنلعب بلاي ستيشن وبينج، فالدنيا يعني كويسة وبنقرب من بعض في حاجة كويسة، ومستعدين جدا لماتش السوبر ان شاء الله. غلبت في البلاي ستيشن صح؟ طاهر خلص عليك. هو الوحيد اللي كسبني طاهر. اتغلبت كام؟ مش مهم. اتغلبت كام يا كريم؟ 5-1. خلي بالك في النهائي غلب كوكا 6-1، ف ده غلب كوكا 6-1 وكان ما لعبش قبل النهائي اصلا. قول لي يا كريم، مستر كولر بيتكلم معاك ازاي؟ انا عارف انت واحد من اللعيبه اللي هو بثق فيها وتمسك يعني رفض عروض الاعاره اللي جات لك وتمسك بيك، وانت واحد من اللعيبه اللي خلاص بالنسبه له في مركز الظهير الايسر مع واحد بقيمه علي معلول. طبعا بيتكلم معايا دايما، والراجل بيديني الثقه دايما، وبيقعد كل فتره بيجي يقعد يتكلم معايا، بيقول لي ما تخافش، يلعب شخصيتك، شخصيتك كبيره وباينه، فانا عايز اشوفها على طول في الملعب تكون موجوده، فدايما بيحمسني اكتر، بيخليني اتعلم من كابتن علي، وانا دايما طبعا ببص لكابتن علي وبتعلم منه، بقعد معاه كتير وبيديني نصايح كتير بصراحه يعني. كريم، اول سنه لي في النادي الاهلي، ايه اللي انت اكتسبته جوه النادي الاهلي، اتعلمته جوه النادي الاهلي، حاجه انت ما كنتش شايفها جوه النادي الاهلي وانت بره النادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي شفتها النظام امور، ايه اللي انت لمستها جوه النادي الاهلي يا كريم؟ لا حاجات كتير جدا، التزام طبعا اول حاجه، منظومه كلها ماشيه بشكل كويس، محدش بيخش في شغل حد، فالدنيا ماشيه زي الفل، والنظام ده كانت اهم حاجه في اي نادي، فالنظام هنا يعني حاجه كويسه جدا وحاجه بروفيشنال، فده كله بيساعد النادي للاحسن والاحسن. كريم، مين مثله الاعلى في مصر ومين مثله الاعلى بره مصر؟ المثل الاعلى في مصر طبعا كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، طبعا قدوتي كابتن علي طبعا. كابتن علي؟ طبعا بره بتعلم منه كتير كابتن علي. بره مصر مارسيلو. مارسيلو، ايه اهم التعليمات اللي بيقولوها لك علي معلول؟ وانا عارف ان علي معلول بيتكلم معاك كتير، بيدي لك تفاصيل كتير. طبعا على طول بيقعد يتكلم معايا وبيقعد يقول لي تفاصيل، حاجات بتبقى حاجات بسيطة صغيرة بس دي بتبقى مهمة جدا. دايما في الماتشات، في ماتش بيراميدز اللي فات جه قعد معايا بين الشوطين، قعد يتكلم معايا، فدايما بيقعد يتكلم معايا في كل الأوقات، بيشوفني دايما بيقعد يتكلم معايا، فبصراحة أنا يعني الراجل ده أنا بحبه جدا. مين أقرب اللاعبين اللي جوه النادي الأهلي يا كريم؟ لا في كتير يعني، في كتير، في عبادر، في فخري، مخلوف، في كابتن علي، لا كتير، وخالد عبد الفتاح ومعتز. عايز تقول كلمة ايه لجمهور النادي الاهلي؟ خلاص هننهي المعسكر عندنا بطولة السوبر الافريقي، تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي يا كريم؟ احب اقول طبعا خليكم واثقين فينا، دايما هنكون عند حسن ظنكم، ودايما احنا بنكون بنتمنى ان احنا نكون دايما نكون في اي بطولة رقم واحد، فدايما خليكم في دارنا. بشكرك يا كريم واتمنى لك التوفيق. حبيب قلبي يا رؤى، كريم، واحد من اللعيبه اللي زي ما نقول مستقبل، مش مستقبل للنادي الاهلي فقط ولكن مستقبل الكره المصريه، نوعيه الظهير الايسر او الباك ليفت الحريف اللي كورته حلوه، كريم واحد من نوعيه هؤلاء اللاعبين. ثقه مستر كولر في كريم ان شاء الله مع الاجتهاد والسعي والصبر اللي عند كريم والشغل اللي بيشتغله على نفسه، ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. بشكر.